إبراهيم حشمت من مواليد عام 1895. على مدى تاريخ السينما والدراما المصرية لمع عدد كبير من أصحاب الأدوار الصغيرة والثانوية الذين حفظ الجمهور أشكالهم دون أن يتعرف على أسمائهم، ومنهم الممثل الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة في ممثلين زمان. إبراهيم حشمت ممثل مصري له أفلام عديدة وكلها من كلاسيكيات السينما. كان موظفا في الإذاعة واشتغل مع علي الكسار في أعمال كتيرة، لكن أشهرها خفير الدرك وعثمان وعلي وعلي بابا والأربعين حرامي ونور الدين والبحارة الثلاثة. كان إبراهيم حشمت حتى عام 1943 يشترك في أعمال المخرج توجو مزراحي، ثم اتجه إلى الفنان يوسف وهبي في فيلم من تأليفه وإخراجه وكان اسمه جوهرة مع نور الهدى وحسن فايق. ثم توالت مشاركاته السينمائية واللي وصلت إلى أكثر من 100 فيلم سينمائي جميعها أدوار مساعدة وصغيرة، المساحة بتاعتها كانت قليلة إلى أنها كانت أدوارا هامة ومؤثرة في أحداث الفيلم. كان إبراهيم حشمت من فناني الصف الثاني، إلا أنه كان أكثر مشاركة من أستاذه علي الكسار في السينما، وتنوعت أدواره بين الدراما والكوميديا. ولعل الجمهور لا ينسى مشاركته في فيلم شارع الحب عندما كان يلعب دور مدير الأوبرا. استمر إبراهيم حشمت في تواجده السينمائي حتى عام 1967 في فيلم نورة، وكان الفيلم من بطولة نيلي وكمال الشناوي وإخراج محمود ذوالفقار، ليكون نهاية أفلامه ويعتزل بعدها متوقفا عن التمثيل ويتوفى بعد 6 سنوات في عام 1973. أهم مشاركاته السينمائية في الأفلام كان بيعمل دور أبو حسن الهلالي سنة 1964 في فيلم أمير الدهاء، واشترك في فيلم الحب الكبير ومع الأيام ولن أعترف والتلميذة وبيعة الجرايد والخطايا ونهر الحب وألمز وعبد الحمول. أما في عام 1966 فكان له مشاركة في فيلم شياطين الليل، كان بيعمل دور لطيف بيه، وفي عام 1967 كان بيعمل شخصية وزير الداخلية في فيلم نورة، وفي عام 1968 كان بيعمل شخصية أبو هدى في فيلم المساجين الثلاثة. إبراهيم حشمت رصيده الفني حوالي 130 عمل مدونين له. تاريخ ميلاده كان 26 أكتوبر عام 1895. هو فنان مصري وتاريخ وفاته كان 3 إبريل عام 1973 عن عمر يناهز 78 عاما. إبراهيم حشمت وممثلين زمان، دمتم بكل